بس انه عن جد اذا بتجي بتطلع بدنا نكون نستخلص شو سارة اليوم. سارة ما كمان عندك عدة مواهب مزبوط، انه اوكي معنا شهادة الصيدلة بس انت بتمثلي وبتغني كمان. صح. من انت وصغيرة كمان بتغني؟ من انا وصغيرة بغني. هلا ناوية تفوتي بمجال الغنى بعد التمثيل ولا مع التمثيل؟ مع التمثيل. مع التمثيل؟ طب شو رايك نسمعينا تسمعينا صوتك؟ اكيد بس مش لحالي، مش لحالي. بدك تغني معي؟ انا بغني معي. غني. انا بقول لك شو بعد البريك بقول لك شو بنطر بعد البريك.